نستعرض سويا أهم ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في قطاع غزة المنكوب. مش عارفة وين أروح، هذه الكلمات رددتها فلسطينية بعد طلب قوات الاحتلال الإسرائيلي من النازحين برفح الإخلاء القصري، وعبر عدد من النازحين الفلسطينيين عن مخاوف من التحرك بداخل مدينة رفح بعد أوامر الإخلاء التي أصدرتها إسرائيل لمغادرة جنوب القطاع والانتقال إلى مناطق أخرى. والسؤال الذي دار في أذهان الناس هو إلى أين سيذهبون؟ فكثير من هؤلاء نزحوا بالفعل مرة واحدة على الأقل منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة والمستمرة منذ 7 أشهر. فمنذ 7 أشهر أيضاً طلب الاحتلال الإسرائيلي من الفلسطينيين أن ينزحوا إلى رفح وأنها منطقة آمنة، واليوم تطلب قوات الاحتلال الإسرائيلي النزوح من رفح، فبالنهاية إلى أين سيذهبون؟ وهل هذا آخر نزوح؟ دعونا نشاهد. عن جد يعني مش عارفة من أروح. الله ينتقم منكم يا رب. حسبنا الله ونعم الوكيل، هو التاج ومرح. اللهم خذ منا حتى ترضى يا الله. اللهم عجلت اليك لترضى. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا رب الحل عندك ما هو عند عبادك يا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. سقطت ولم تسقط، لا ولن نسقط ما دمنا باقون صبا كنهر الغيب. مبشع الدموع لما العاجز يكون نصيب وسكوت يحتل كل حواسك وهموم مستني الدفا، لكن هاي نار بتحرق البيوت تخطف منك مستدي. يا دمع انا بعيني رفح يما الدمع لما نزح، طلت ضحى طلت شهيد حتى الفرح كرب وجرح. لما الحزن بالعشق يجوز كيف الحزن بغلى وطول.